اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج تيك توك واللي رح نتعرف من خلاله على كل جديد بعالم التكنولوجيا. اليوم حلقتنا مميزه باخبارها ومواضيعها، بس قبل ما نبلش خلينا نشوف شو في حلقتنا لليوم. افتتاح اسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2017. جوجل تعلن عن جديدها من الأجهزة في مؤتمر Made by Google 2017. أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب عن خدمات جديدة في تطبيقها موجهة للشركات والمؤسسات التجارية ضمن واتساب للأعمال. وشم جديد يتغير لونه بحسب صحة الجسم. آيفون 7 الهاتف الذكي الأكثر مبيعاً عالمياً خلال النصف الأول من عام 2017. أطلقت الشركة الكورية الجنوبية LG الأسبوع الماضي هاتف LG K7i المزود بتكنولوجيا متخصصة بإبعاد البعوض. مؤسس شركة تسلا يشن هجوماً حاداً على جوجل بسبب كاميرا كليبس الذكية. افتتح أسبوع جيتكس للتكنولوجيا. افتتحت في دبي الدورة 37 لمعرض أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2017 في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يستمر حتى 12 من أكتوبر الجاري بمشاركة 4100 شركة من 70 دولة، حيث تشهد الفعاليات إطلاق العلامات التجارية الرائدة لأحدث منتجاتها التكنولوجية مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تقوم بعرضها كبرى الشركات العالمية، كما تعرض أحدث الابتكارات والنظم والتطبيقات الذكية والأجهزة وغيرها من المنصات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المتنوعة في قطاع التكنولوجيا لنيل رضا المتعاملين. جوجل تعلن عن جديدها في الأجهزة في مؤتمر Made by Google 2017. أقامت شركة جوجل الأربعاء حدثاً خاصاً في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. أعلنت خلاله عن مجموعة من الأجهزة المتنوعة التي شملت هواتفاً ذكية وحاسباً شخصياً وجهاز مساعدة منزلي وسماعة أذن لاسلكية وحتى كاميرا رقمية. وركزت عملاق التقنية الأمريكية بداية حدثها الذي استمر لأكثر من 100 دقيقة على أن أولويتها أصبحت التحول من شعار المحمول أولاً إلى الذكاء الاصطناعي أولاً، وقد صممت جميع أجهزتها وفق مبدأ دمج الذكاء الاصطناعي مع البرمجيات ومع العتاد. وكشفت شركة جوجل عن مجموعة متنوعة من الأجهزة، وهي جوجل هوم ميني، وهو نسخة مصغرة من جهاز جوجل هوم الذي أعلنت عنه في العام الماضي، يتوفر بسعر 49 دولاراً أمريكياً فقط. وعلى غرار جوجل هوم يستجيب ميني للأوامر الصوتية ويتيح للمستخدم التحدث مع مساعد جوجل الرقمي جوجل أسيستنت للقيام بمهام كثيرة بما فيها تشغيل الملفات الموسيقية والتحكم بالمنازل الذكية وتفقد جدول المواعيد والبحث في الإنترنت. ويأتي الجهاز الجديد ليحمل معه حيلاً تجعله أصغر حجماً، وذلك لمناسبة جهاز أمازون الشهير إيكو دوت. هذا ويتوفر جوجل هوم ميني للطلب المسبق اعتباراً من يوم الأربعاء، وسيتم طرحه في عدد من الدول اعتباراً من 19 من أكتوبر الجاري.
جوجل هوم ماكس. كان الهدف من إطلاق جوجل هوم ميني هو منافسة إيكودوت من أمازون، ويأتي جوجل هوم ماكس لمنافسة جهاز هوم بود من أبل، إذ يعد الجهاز مكبر صوت متطور بإمكانيات صوتية عالية لمن يبحث عن مساعد منزلي، يضم جوجل أسيستنت مع صوت قوي ومرتفع جداً. وتقول جوجل إن جوجل هوم ماكس أقوى 20 مرة مقارنة بجهاز جوجل هوم. وعلاوة على ذلك، يعتمد الجهاز على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة صوتية ذكية ومميزة، إذ يستطيع الاعتياد على طريقة استماع المستخدم للموسيقى والتوافق مع البيئة المحيطة به للتحكم بدرجة الصوت تلقائياً بحسب نوع الموسيقى التي تشغل، وكذلك بحسب مكان الجهاز من الغرفة. وتعتزم جوجل طرح جوجل هوم ماكس بسعر $399 أمريكياً. سوف يأتي مع 12 شهراً مجانياً من الاشتراك بخدمة يوتيوب ميوزك. جوجل بيكسل بوك مع جوجل بيكسل بوك بن. أعلنت جوجل خلال حدثها أيضاً عن حاسبها الجديد بيكسل بوك، الذي يتميز بتصميم نحيف جداً ووزن خفيف، فضلاً عن كونه حاسباً متحولاً يمكن استخدامه كحاسب محمول أو لوحي. وهو يأتي مزوداً بقلم إلكتروني يباع على نحو منفصل، قالت جوجل أنه الأفضل في العالم. ويمتاز قلم بيكسل بوك بن الإلكتروني، فضلاً عن كونه يوفر أكثر من 2000 درجة ضغط وزمن تأخير لا يتعدى 10 ملي ثانية، تجعل المستخدم وفقاً لجوجل يشعر وكأنه يكتب بقلم عادي على ورق، وبأنه يستخدم تقنية تعلم الآلة للتعرف على الكتابة. هاتفا بيكسل 2 وبيكسل 2 XL. يأتي بيكسل 2 وبيكسل 2 XL بعدد من التحسينات مقارنة بهاتفي العام الماضي، وذلك في كل من العتاد والبرمجيات، إذ يمتاز الهاتفان بميزة الشاشة دائمة التشغيل Always on Display، إضافة إلى الخلفيات الحية. كما يدعم الهاتفان ميزة Active Edge المقلدة من شركة HTC التايوانية في هاتفها U11، والذي يتيح للمستخدم الضغط على جانبي الهاتف أثناء إمساكه بالوضعية الطبيعية لتشغيل المساعد الرقمي جوجل أسيستنت. ومن هناك مباشرة يمكن إجراء المكالمات الهاتفية والتقاط صور سيلفي، إضافة إلى مزايا مساعد جوجل الأخرى، بما في ذلك ميزة روتينز الجديدة التي تتيح ربط مجموعة من الأوامر ببعضها لتشغيلها معاً حين إلقاء أمر واحد يقوم المستخدم بتخصيصه. جوجل داي دريم فيو. ضمن قائمة التحديثات والمنتجات الجديدة، نوهت الشركة بإطلاقها لجيل جديد والتي تستخدم هواتف بيكسل داي دريم من نظارات الواقع الافتراضي الجديدة، وهي عبارة عن نظارات إسفنجية مغطاة بالأقمشة مع نفس وحدات التحكم والسمات الأساسية، مع بعض التحديثات الجديدة في التصميم وبسعر $99. سماعة الأذن اللاسلكية جوجل بيكسل بادز. تستهدف السماعة اللاسلكية الجديدة في المقام الأول أصحاب هواتف بيكسل 2 التي تأتي بدون منفذ لسماعات الأذن السلكية، وهما تأتيان على شكل قطعتين متصلتين مع بعضهما عبر سلك قماشي، إضافة إلى علبة لشحن السماعة. وتمتاز بيكسل بادز بأنها تتيح للمستخدم التحكم بالصوت من خلال التمرير عليها يميناً وشمالاً لتغيير مستوى الصوت أو للأعلى والأسفل للتبديل بين قوائم التشغيل. كما تمتاز بأنها تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مساعد جوجل الرقمي. وأخيراً كاميرا جوجل كليبس. تستهدف كاميرا جوجل كليبس المستخدمين الذين يرغبون في أن يكونوا جزءاً من اللحظات والمناسبات الخاصة، إذ يمكن ربط الكاميرا خفيفة الوزن بأي شيء في البيت والتقاط الصور والفيديو عن طريق الأوامر الصوتية فقط. كما يوجد بها زر للتصوير على كل من الكاميرا والتطبيق المحمول الخاص بها، والذي يتوفر لنظامي أندرويد وآي أو إس. We'll be right back.
أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب عن خدمات جديدة في تطبيقها موجهة للشركات والمؤسسات التجارية ضمن واتساب للأعمال. يهدف تطبيق واتساب للأعمال إلى مساعدة أصحاب الأنشطة التجارية على تأسيس حسابات رسمية يمكن التحقق من ملكيتها، وتسمح للمستخدمين بالتفريق بين حسابات النشاطات التجارية وحسابات الأفراد. وسيقدم واتساب للأعمال العديد من المزايا لأصحاب الحسابات التجارية بهدف التواصل بفاعلية مع الزبائن من خلال الرد على الرسائل وإرسال تنبيهات مفيدة لهم. يمتاز تطبيق واتساب للأعمال بنفس واجهة التطبيق العادية تماماً، حيث ستلاحظ وجود المكالمات والحالة والدردشات في الأعلى. أما عند الانتقال للإعدادات فستلاحظ ظهور خيارات جديدة أبرزها إعدادات النشاط التجاري وكذلك الإحصائيات. وإعدادات النشاط التجاري تتضمن ميزتين: الأولى الملف التجاري، تتضمن الصفحة الرئيسية للملف التجاري صورة موسعة للملف وأي معلومات أخرى تضيفها من اختيارك إلى جانب اسم النشاط التجاري، وكذلك شارة تم التحقق، عدم التحقق من الحساب، وهي الشارة الموجودة في تويتر وفيسبوك للحسابات الموثقة. الميزة الثانية الرسائل التلقائية. أما ميزة الرسائل التلقائية فهي الردود التلقائية التي سيتلقاها العملاء عندما يحاولون الاتصال بك عند عدم تمكنك من الرد. يمكنك من خلال الإعدادات تشغيل هذه الميزة أو إيقافها أو جدولة المواعيد الزمنية لتشغيل وإيقاف تشغيل الرسائل التلقائية. على الرغم من أن التطبيق سيتم طرحه بصورة منفصلة على متاجر التطبيقات باسم واتساب للأعمال، إلا أن أصحاب الحسابات سيكون لديهم خيارات متعددة لإدارة الحسابات. وبلا شك فإن طرح تطبيق واتساب للأعمال بصورة منفصلة سيساعد أصحاب الأعمال التجارية على إدارة حساباتهم بطريقة مرنة وتجنب الكثير من المتاعب. وشم شديد يتغير لونه بحسب صحة الجسم. قام عدد من الباحثين في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بخلق نوع جديد من الحبر لرسم وشم على سطح الجلد، حيث يتغير لون الوشم تبعاً لانخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم. أطلق العلماء على هذا الوشم اسم ديرمال أبس، علماً أنه لا يزال حالياً قيد التجربة وليس متاحاً للعامة، حيث يتمحور عمل هذا الحبر على قياس درجة حموضة الدم إضافة إلى مستويات الجلوكوز وتراكيز الصوديوم الجائلة فيه وإظهار النتيجة بطريقة لونية. ففي حالة ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يصبح لون الحبر مائلاً إلى البني، أما في حالة ارتفاع تركيز الصوديوم فإن لون الحبر ينقلب إلى الأخضر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية على الأقل، كما يكتسب لوناً متدرجاً بين الأرجواني والوردي مشيراً بذلك إلى تغير في درجة حموضة الدم. ووضح الفريق قائلاً إن حبر ديرمال أبس يقدم نهجاً جديداً للحوامل الحيوية التي تستخدم سطح الجسم كعرض تفاعلي لها، فهذا الحبر الحيوي في الواقع ليس مرتبطاً بشكل مباشر مع مجرى الدم، فهو حقيقة يقوم بترصد السائل الخلالي المحيط بأنسجة الجسم والمتألف من الماء، الأيونات والمذيبات، إضافة إلى الأملاح والسكريات والأحماض الدهنية الأمينية وبعض الهرمونات، حيث يقوم هذا السائل الخلالي بمركباته المتنوعة بالارتشاح من الأوعية الشعرية الدقيقة متجهاً إلى ما حول النسج والأعضاء. وختم الباحثون ذلك بقولهم: نحن نتصور أن تولد شراكة جديدة بين الشركات التقنية الحيوية وأخصائيي الجلد بهدف المساعدة على تبني فكرة التعايش في مثل هذه الأجهزة الحيوية.
آيفون 7 الهاتف الذكي الأكثر مبيعاً عالمياً خلال النصف الأول في عام 2017. كشف تقرير جديد لشركة الأبحاث السوقية IHS عن أن هاتف آيفون 7 كان هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعاً عالمياً خلال النصف الأول من عام 2017، فيما جاء هاتف آيفون 7 بلس في المركز الثاني يليه جالكسي جراند برايم بلس. ووفقاً لما نشره موقع فونيرينا، فإن الهاتف الأخير يعتبر من الفئات منخفضة المواصفات، حيث يوفر شاشة بقياس 5 بوصة وبدقة عرض 950x540 بيكسل، فيما جاء في المركز الرابع هاتف آيفون 6S الذي أطلقته أبل في عام 2015، بينما جاء هاتف جالاكسي S8 في المركز الخامس، وجاء هاتف جالاكسي S8 بلس في المركز السادس. وعلى الرغم من أن هاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس احتلا أعلى مركزين، إلا أن عدد الوحدات التي تم شحنها كان أقل مقارنة بأرقام الشحنات الخاصة بهواتف آيفون S6 و S6 بلس خلال النصف الأول من العام الماضي. كما أشار التقرير إلى أن هاتف جالاكسي S8 بلس احتل المركز السادس هذا العام مقارنة مع المركز الرابع من التصنيف الذي احتله هاتف جالاكسي S7 إدج خلال النصف الأول من عام 2016. وقالت IHS أن هذا قد يكون نتيجة لإطلاق عدد من الإصدارات الراقية الجديدة مثل جالاكسي S8 وجالاكسي S8 بلس في إبريل من هذا العام، وأضافت أن مبيعات جالاكسي S8 بلس فشلت في تجاوز مبيعات النصف الأول الإجمالي الذي تم تحقيقه خلال العام الماضي من قبل هاتفي جالاكسي S7 S7 إدج. وشملت العشرة الأوائل للهواتف الذكية للنصف الأول من عام 2017 5 هواتف سامسونج و4 أجهزة أبل وهاتف واحد تابع لشركة أوبو. أطلقت الشركة الكورية الجنوبية هاتف LG 710 مزوداً بتكنولوجيا متخصصة بإبعاد البعوض. تأمل شركة LG بأن يساعد هاتفها الذكي الجديد في القضاء على مرض الملاريا، إذ أطلقت الشركة الكورية الجنوبية هاتف LG K7 i الأسبوع الماضي مزوداً بتكنولوجيا متخصصة بإبعاد البعوض وفقاً لما ذكره القائمون على الشركة. ويقوم الجهاز بإطلاق موجات فوق صوتية تطلقها شبكة كهربائية في الجزء الخلفي من الهاتف لتبعد الموجات الحشرات وبشكل آمن تماماً على البشر وفقاً لما ذكرته الشركة. وأضافت بأن عدداً من منتجاتها الأخرى تحوي تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية المنفرة للحشرات مثل تلفزيوناتها ومكيفاتها الجوية، كما يوجد عدد من التطبيقات التي تدعي استخدامها للتكنولوجيا ذاتها وبنتائج مماثلة، لكن LG تقول أنها المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه التكنولوجيا على هاتف ذكي. ويبلغ سعر هاتف K7 i المشغل بنظام أندرويد 122 دولاراً، وسيبدأ بيعه في الهند ومن ثم إلى دول أخرى في وقت طالما عانت فيه الهند من انتشار أمراض من خلال البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك وعشرات آلاف المصابين ومئات الوفيات سنوياً. مؤسس شركة تسلا يشن هجوماً حاداً على جوجل بسبب كاميرا كليبس. شن إيلون ماسك رجل الأعمال ومؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس هجوماً عنيفاً على شركة جوجل بعد إعلانها عن كاميرا جديدة أطلقت عليها اسم كليبس والتي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ووصف ما قامت به بالتجاهل الصريح
للخصوصية. ووفقاً لموقع سينت الأمريكي، أعرب ماسك عن انزعاجه من جوجل عبر تغريدة نشرها على موقع تويتر، إذ أرفق فيديو من موقع The Verge الأمريكي يستعرض مزايا كاميرا كليبس الذكية، وعلق على الفيديو قائلاً: لا تبدو بريئة على الإطلاق. وتأتي مخاوف إيلون ماسك من مزايا كاميرا كليبس بسبب اعتمادها على الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنها التعرف على الوجوه ذات الأهمية لصاحبها على الفور، والتقاط صور لهؤلاء الأشخاص بعد تحديدهم. أجدير بالذكر أن إيلون ماسك يعد واحداً من خبراء التكنولوجيا الذين أعربوا عن مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي والتقنيات فائقة الذكاء، إذ صرح من قبل بأنه يخشى من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الذكاء الاصطناعي، واصفاً تهديده بأنه أشد خطورة من كوريا الشمالية. لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، على أمل نشوفكم الأسبوع الجاي على نفس الموعد. إلى اللقاء.